ثبتوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. إذاعة مرسال تستمعون الآن. قال محمد بن عبد قال عبد الله بن محمد العيش يستحيل في صفة الحكيم وهو الله عز وجل يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية. كيف يخلق كلام يدعي الربوبية؟ قال لأن الله جل وعلا يقول إنني أنا الله. هل يعقل أن مخلوقا يدعي لنفسه الربوبية؟ بمعنى آخر هل يستجيز عقل عاقل نبيه أن يخلق الله عز وجل شيئا وهذا الشيء الذي خلقه الله يدعي الربوبية لنفسه؟ لأنهم قالوا القرآن مخلوق والله تعالى يقول في القرآن إنني أنا الله، فكيف يعقل أن يكون شيء مخلوق يدعي الربوبية لنفسه؟ وقال في موضع آخر أنا ربك فاخلع عليك. وهل يعقل أن يخلق الله عز وجل شيئا يدعي الربوبية لنفسه؟ يعني هل يعقل أن يقرر الله عز وجل الشرك ويرضى به في كتابه العزيز؟ هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. لأجل هذا تدركون تهافت و يعني انصرام هذا القول العجيب الذي لا يصدر إلا ممن في نفسه خبيئة سوء نحو كتاب الله عز وجل. لأنه إذا تقرر عند الناس أن القرآن مخلوق هان هذا القرآن في أعينهم، أما إذا تقرر عندهم أنه كلام الله فلا أحد يجرؤ على تغيير كلمات الله عز وجل. إن كان يعترف بالله ربا وبه يعترف به إلها يعبد وحده سبحانه تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله شيخ حافظ يقول قلت والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم قال قبحهم الله في الدنيا والآخرة. هذا باطل ولا يتصور لا عقلا بل يستحيل عقلا ووضعا أن يقرر الله عز وجل عقيدة الشرك ويقر عليها الناس. تعالى الله عما يصف هؤلاء المعتزلة كلام الله علوا كبيرا.